الزلم هاي الزلم شوف شو تحلق على فراش الموت ويهد قبل ابوك. اسكت ولك منتهم ثم لسانك ولك ثم بعدين شد على فراش الموت برد شرك وشر خلفوك. انت ظلمة تعرف تحشي ظلمك تفشني تدخل مزمير كأنا جايكم التحقيق جاري على غدم من وساغ مهرب جية خلي تهربون مهابيل للدسيام والكم شاهية عايزة هسا الزلمة بشكل انفشحينا وجاي يقدم دعوة ولك هم فصل بعدهم ما فاصلين والغيو فندي جاي يشتكي لو عليما على كشخيل الواقف بطقة بنش الفوق هسا هاي شلها علاقة فيه لا 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 إلها كل العلاقة جاي وما كشخيل وابن ولادي جاي وياهم وروح ابوي يطقهم بقوامة واخلي مهيرجة تطفي الدسين طفي واجعل عاليها سافلها بس اش لا تحمسين بروحك انا اخذ علي مره تطول خلقك وليش هو بعد هذا الطق الشافه هم يفكر بالزواج لا عودي لو قلنا بالذجيل يتشرط لا والنوب يريد تعهد بس اخذت تعهد مضبوط انا ما راويت المر شات بعد كل هذا الشافه والنوب شوفينه بعد وبعد ما شاف شي مني اخويا خوش سمعت الحكي كله زعم صوته واصل لمحيرجة اقول لك اخويا كان عبا اشتكي عند شيخ عجاج شيخ عجاج بغدا ابن عيد موجود خلف الله عليك على الوصية تودينا على عيد جاو عيد وصل يد كشخي يطبي والله يا اخويا كسرت خاطري انا شبيد عليك ما تقول لي اذا الشرطه يقولوا لي ايش بيد عليه كان عندنا يشتكي ضربت الزعيم وبغداد وبغداد داير يروح بس عليوي يعني واحنا عود احنا محتمدين عليه هم يتأيب بغداد يا هضيبتي يا ابويا وشكم وروح ابوك ضبط انا ايش قد مقتول بحياتي ايش قتله ما مقتول مثلك ولك مره تضرب كلات ما شايف هسه خلصت عمرك كله مفشخ أريدك سالم ولكم وتالي هوياك ولكم شدوا دمك شي ومشرفين يمي هسه صرت وملاجة بفضل الله وبفضل الزعيم الله يطول عمره وهم ما خلصت مشاركم ولكم وتالي هوياكم شو نسوي؟ لا ما نسوي شيء سايرين ملائكة الرحمة توخرون المهابيل كباب ومشعول كملمي مقضيها بالساوي كان يكون هيك اطلق صراحنا واجيب لك نفر كباب عريف الوالد اظن هذه رشوة ولد الشرطي شنشول المادة 444 من قانون السلك شنو؟ قلت تاهت علينا المادة 444 ولكن المادة 444 من قانون السلك تقول اذا قدم متهم لعريف نفر قبار بهذه الحالة تكون رشوة اما اذا شوف اخ المتهم ركز على اما اذا قدم متهم الى عريف شرطة نغل من نفر كباب بهذه الحالة تكون غير رشوة خوش تعجيب لك نص نفر وغزل غلط نمر ليلى شحنا شحشين أولك عريف الوالد غصة انتم تجيبون نفر لا هو رح ياكل النص كان يكون هيك النص الاخر يضم على جية الاخرى وحمس حتى حمس النص الباقي الي وبهذه الحالة أنكون لا ولد الشرطة شيشول ولا أنا قد تجاوزنا على نفس المادة 444 هاولك شو رديت عريف وروح أخوي مسعل يكسر باب القلب يا الغاوي ودعتك أنت هسه لو شوفه ينكسر قلبك عادي كان انكسر خاطرك على ولد الشرطة شيشول
شنو يا عاد الشدار ما تقول لي سالفتك عطوه وطيت بعد ما تقول ايش تريد اقول لك انت شلون تدش علي من غير ما تطرق الباب ياو تطرق الباب شنو هذا الشدار رحمه لابوك هذا الزلمه الشرطه اول ايش كبر ايش قد صار له ساعه يتوسل بيك على مود ادخل عليك ما رضيت هسه دخلتي على طرقه الباب لو طارقه من زمان مو احسن لي ياو منو الغيوي منو هويا بو حميد هويا من رخصتك حميد هويا ولا اكسرك كذب هويا يا ابو حميد لسمتني لسمت على كيف تعال اخوي وصلتك يا اخوي يا اخوي يا اخوي عيونك مزورقه جاوك شخيلي شي يجي منه غير تزورك زلمه متعافي وروح ابوك وما حد يدري لو انا منك اشتكى علي اي تروح بوجهك المصرفيه وتقدم دعوه بمديريه الشرطه يقول لك المدير كلش ممتاز زين وانا ومشيع شهود شنو اقول لك تو شفتهم من الطلبه حتى يشهدون شاكل هذا التبربل وما شفنا شيء لا احنا وياه زين يلا خلنا نمشي يلا يلا حط اللحم على المدير يلا يا حميد يا اخويا يمشي يا اخويا